هلا والخوت قال هضروا على راغب امين ولد مراكش سبعه رجال وما كنظنش شي واحد كيتفرج في الفيديو عنده الانترنت وما كيعرفوش ترخونا خاربه ما كاين غير الخدمه والعصير ترى فين ما بنت له شي حفره فيها العاقه من الانترنت كيدير فيديو وحطنا في يوتيوب خونا الرجوله وديما كيبارطاجي مع ولاد الشعب كيفاش يدخلهم صريف من الويب صات هو من القيدومين ديال الخدمه من الانترنت واللي من خلاله يقدر يحقق استقلاليه ماديه مهمه وبخير بلا صداع الراس. قبل ما ننسى راغب امين هو اول مغربي ربح جائزه يوتيوب الفضيه للتمييز وخد ايضا جائزه يوتيوب الذهبيه سنه 2016 وراه تصنف ايضا ضمن قاده الراي في مجال التقنيه من طرف جامعات ومكاتب ابحاث عالميه. سيدي مخليتينا ما نقولوا غير برافو عليك العشير. ايوا هذه هي السكسي ستوري ولا بلاش وانتوما العشرين بارطاجيو معنا قصص النجاح ديالكم ولا قصص اللي كتعرفوها ناجحه. يلا تهلاو